استعداداتنا لشهر رمضان، ايه اللي فيها ممكن يعجب حضرتك وتشوفه ان ده بيرضي ربنا وفي ممارسات تانية يمكن الناس اعتادت عليها وقد تكون خطأ او غير مقبولة شرعا؟ الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى وأنجاه من طغيان فرعون وأنجاه من اليم. إله لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم. ثم أما بعد، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان وقف بين الصحابة فقال لهم وهو مستبشر مستبشرا: جاءكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكأن وصولنا إلى رمضان فهذه نعمة من الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هكذا أمرنا أن نشكر. أو ليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك دوما ما حييت، وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. فقولوا جميعا الحمد لله على نعم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن شهر مبارك فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجب عليك يا من هجرت القرآن في غير رمضان، قد جاءك رمضان، افتح الكتاب واسأل رب العباد أن يمن عليك بالتوبة. فهو الذي يقول في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما أنا للسارق أن يتوب؟ أما أنا للغشاش أن يتوب؟ أما أنا للكذاب أن يقلع؟ أما أنا للمؤذي لجيرانه أن يقف؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ومعه الصحابة يدعون 6 أشهر: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. ودائما لسان الحال: اللهم أعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى حسن تلاوة القرآن وعلى صالح الأعمال وعلى صلة الأرحام. فأمرنا في هذا الشهر المبارك أن نكثر من صلة الأرحام، وأن نتقي الله في الجيران، وأن نرفق بالفقراء واليتامى والأرامل والمرضى والمساكين من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم.